بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی عاشورہ کی دعا پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. عاشورہ کی دعا. يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحيينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. پھر سات بار پڑھے. سبحان اللہ ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوطن وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.